جسم رياضي يشبه آلة غاية في الدقة. أبطالنا الرياضيون يدفعون أجسامهم إلى حدودها القصوى، يتمرنون بجد وينافسون بجد. معظم الرياضيين يلعبون بنزاهة معتمدين على مواهبهم الطبيعية دون استخدام المنشطات لتحسين أدائهم. في مختبر مكافحة المنشطات قطر ذو المعايير الدولية نضع الرياضة تحت المجهر لنكشف ممارسات التعاطي. كن نقياً ابقى نقياً.